من بين الدعائم الرقمية التي استحدثت هذه السنة أذكر الواجهة التي تتكون من 3 تطبيقات رقمية. أولا التطبيق الأول المتمثل اكتشف فرصتك في التوجيه، وهنا حامل شهادة البكالوريا يمكنه باستعمال الذكاء الاصطناعي والتنقيب عن المعطيات أن يكون مساعدا أو مساعدا في توجيهه ومرافقا باستعمال الذكاء الاصطناعي والتنقيب على المعطيات من أجل توجيه صحيح وجيد. ثانيا تطبيق توجيهك، وهي التخصصات والشعب والميادين التي هي متاحة لحامل شهادة البكالوريا الجديد طبقا لمعدله المحصل عليه أو المتحصل عليه في شهادة البكالوريا. التطبيق الثالث والمهم وهو اكتشف المهن الموافقة للمسار التعليمي الذي سيسلكه الطالب، وبالتالي هذا سيمكن أولياء الطلبة الجدد وسيمكن كذلك الطالب أو المتعلم من اختيار هذا المسار عن ذلك المسار طبقا لميولته ولمشروعه البيداغوجي